لا بنجيب صدور دجاج، نحاول نفصلهم عن بعض، نشيل الزوائد، وهلا بنحضر التتبيلة: زيت زيتون، عصير الليمون، بودرة ثوم، بابريكا، الكاري، رشة ملح، وشوية دبس فليفلة، ونخلطهم كتير منيح، ونزلهم بالتتبيلة، نحطهم على جنب ساعة تقريبا. وهلا بنعمل السلطة: افوكادو، ثوم، ليمون، خيار، والبندورة. رشة نعناع، رشة ملح، وآخر شي زيت الزيتون. نخلط، سلطة جاهزة. وهلا بنحضر الصوص. بدنا عصير الرمان، بنصب عصير الرمان، ملعقة وسط كمون، والطحينة، خلطة على السريع. الصوص كمان صار جاهز. بنحمي المقلاية وبننزل صدور الدجاج. بعد نص ساعة الدجاج كمان بيكون جاهز. هلا بنقطعهم